اتكلمنا من يومين عن تتويج مصر ببطولة العالم للقوة البدنية وتحطيم 28 رقم قياسي. النهاردة معانا اتنين من أبطالنا، أبطال منتخب مصر اللي شاركوا في بطولة العالم، وهنتكلم عن الإنجازات والكواليس بشكل أكثر أكيد تفصيلا في هذه اللعبة. خلينا نرحب في البداية بضيوفنا، كابتن جيهان السويركي لاعبة منتخب مصر القوة البدنية، صباح الهنا، وكابتن حامد مصطفى خلاف لاعب منتخب مصر القوة البدنية، صباح الورد. وبجد فخورين بيكم جدا، وميداليات قوية جدا، وأكيد ورا كل ميدالية قصة وكواليس وتعب، هنعرف من حضراتكم أكيد كل ده. احنا في الفقرة دي هنسأل حضراتكم، حابين تجاوبونا كتر خيركم، مش عايزين احنا مش هنختلف من الضيوف اللي مش هنختلف. مش هنختلف يا كابتن. لا لا. أكيد مش هنختلف. لا طبعا. منورين الدنيا ومبروك عليكم الإنجاز المحترم، وأكيد بطولة مهمة جدا بتفرق أكيد في مشوار أي لاعب إنه يشارك في بطولة بالحجم ده. فعايزين بداية كده نعرف كواليس وخلفية مشاركتكم في البطولة الأخيرة والإنجازات اللي حصلت، وبعد كده بقى ندخل معاكم في الرياضه نفسها، لان بيتهيالي في ممكن يبقى شيء من اللبس عند الناس، يعني ايه رياضه القوى البدنيه؟ تمام. هي طبعا الاول انا سعيد ان انا في قناه الاهلي، ده النادي المفضل ليا. طبعا كواليس البطوله دي للعام الثاني على التوالي مصر تنظمها. العام اللي فات 2023 كانت في الغردقه، السنة دي طبعا شرم الشيخ استضافتها، تنظيم على أعلى مستوى. طبعا بنشكر الاتحاد المصري للقوى البدنية برئاسة اللواء محمود بركات. لما مصر تنظم حاجة زي ديت في صرح رياضي في القوى البدنية، احنا كلاعبة المنتخب بنبقى فخورين جدا ان احنا بلدنا قادرة تعمل كل حاجة. بلدنا فعلا موجودة، المصريين واللعيبة عندنا ما شاء الله لعيبة جميع المراحل الأوزان كلها، تحطيم أرقام قياسية في البطولة، بيست ليفتر في البطولة. يعني أنت بتتكلم في حاجة فعلا المصريين قادرين، يعني هي الكلمة ديت ونحط تحتها 100 خط، إحنا قادرين نعمل كل حاجة، هي بس بتبقى حاجة بسيطة وإحنا بننطلق. فطبعا الحمد لله فخورين اللي احنا وصلنا له، فخورين بالانجاز العظيم ان البطوله تكون على ارضنا للعام الثاني على التوالي، وان شاء الله هتبقى الثالث على التوالي في مصر، فده حاجه احنا سعداء بيها جدا. طيب بص بقى، قبل ما نخش على البطولات، الناس بتبقى حابه جدا تعرف ابطالنا مين. يعني هبدا برضو، وعايزين نرجع لك كابتن حامد، مين كابتن جيهان؟ وابتديتي عندك كام سنه لغايه دلوقتي المرحله، لغايه لما بقيتي بطله عالم؟ يعني اكيد مشوار مش سهل. هو انا اصلا في بدايه الامر ما كنتش بلعب باور ليفتنج، كنت بلعب العاب قوه في النادي الاهلي، كنت بلعب رمي. فانا دخلت اللعبه بنت النادي يعني. فانا دخلت اللعبه عن طريق الصدفه، ان انا كنت داخله النادي مطريه الرياضه عندنا بلعب تقويات عادي للرمي بتاعي، فقابلت كابتن ابراهيم كحله، فعرض عليا ان في بطوله بنش بريس في جمصه، فقال لي ايه رايك ان انت تدخليها وتجربه جديده وكده. فدخلت بالفعل البطوله وحققت مركز فوق 23 وتحت 23. فدي كانت نقطه بوش ليا ان انا اكمل في اللعبه، ان انا لسه ما اتمرنتش ولسه يعتبر كنت بلعب تقويات عادي ودخلت وحققت مركز. فمن هنا بقى كانت البدايه واستمريت. كان عندي ساعتها 19 سنه. حلو جدا. وكابتن حامد برضو، بدات المشوار الرياضي ازاي؟ انا في مجال الرياضه بقالي 22 سنه اساسي، ان انا لاعب رفع اثقال اصلا في الاول في نادي غزل طنطا مع كابتن علي خلاف. شاركت في عده بطولات في رفع الاثقال، منها بطولات الجمهوريه، حققت العديد من الميداليات. كانت برضو دخولي للقوى البدنيه عن طريق الصدفه، ان كانت في بطوله الجمهوريه ان انا اقدر انزل واشارك وكده، واول مشاركه لينا في بطوله الجمهوريه حققت المركز الثاني. بعد كده الانطلاقه بقى الحمد لله، شاركت في عده بطولات محليه، حققت فوق ال 40 ميداليه. شاركت في بطوله العالم في امريكا في 22، عملت برونز وعملت ذهب. شاركت في بطوله العالم في كاس العالم في الغردقه، عملت 2 ذهب وكاس احسن لاعب. شاركت في انجلترا العام الماضي في شهر 11 اللي فات ده، وعملت ذهب وعملت اعلى سكور في البطوله في انجلترا في مدينه مانشستر. والسنه دي الحمد لله عملت اعلى سكور برضك في البطوله، وعملت ميداليتين ذهب ما شاء الله. برضو كنت بتكلم معاكم من شويه على حته ان في لبس عند البعض من الناس عن طبيعه الرياضه دي، يعني ايه الفرق بين رياضه القوه البدنيه ورفع الاثقال مثلا؟ القوه البدنيه بتكون 3 حركات. اول حاجه بنبدا بالسكوات، وبعدين البنش بريس، وبعدين الديد ليفت. بيكون لكل لاعب 3 محاولات في كل رفعه، بيحتسب اعلى رفعه وبناء عليه بيتجمع التوتال. اما رفع الاثقال هي كلين اند جيرك وسناتش، هي الى حد ما ممكن تكون يعني القوانين يعني واحده، بحيث ان اللاعب برضو بيكون ليه 3 محاولات في رفع اثقال، سواء في الكلين اند جيرك او السناتش.
وبس بقى الفرق ان احنا عندنا في القوى البدنيه اللاعب بياخد ميداليه على التوتال، اما بطوله البنش بريس او الديد ليفت احيانا بتكون منفصله، اما في رفع اثقال ممكن بياخد ميداليه على السناتش وعلى الكلين اند جيرك بالاضافه لميداليه التوتال، الا طبعا في الاولمبياد هي بتكون ميداليه واحده اللي هي بتكون ميداليه التوتال بس. حلو جدا، هسالكم سؤال صريح. تمام. وعايزين اجابه صريحه عشان لو في اي حاجه نلحق من دلوقتي ايه يعني كلامنا يوصل. خلينا نقول بطولات كبيره جدا بتشاركوا فيها وانجازات بتتم تحقيقها على الارض، اكيد قبلها لازم يكون في اعداد، لازم يكون عندي جهاز فني قوي، لازم يكون عندي كل المتطلبات اللي بتحتاجوها، مظبوط كده ولا انا بتكلم غلط؟ طبعا ومعسكرات مغلقه، كل دي بتترجم بتكلفه. ابطالنا دلوقتي وانا بتكلم معاكم دايركت على مستوى الرجال والسيدات، هل احنا او خليني اقول عشان ما احرجكوش بنسبه كام في الميه بيتم توفير كل الاحتياجات وعندكم كل ما يلزم علشان انا ابقى رايح بطل بمثل بلدي عندي كل حاجه ما عنديش نواقص في امر ما، بنسبه كام في الميه بصراحه؟ طب اقول لحضرتك، هو الاتحاد كان الاول قبل تولي اللواء محمود بركات عشان اتكلم بصراحه وادي لكل حد حقه، ما كناش بنسافر اي بطوله، يعني انا لعبت فوق الاربع تجارب بطولات مؤهله لروسيا ما سافرناش، ما كانش يعني كان بيتم الرفض ليه عشان ما فيش امكانيات ماديه؟ طبعا احنا كلاعيبه ما كناش نعرفه، ممكن تكون عشان الماده شويه، ممكن تكون عشان يعني ما فيش حد بيسعى قوي ان احنا ندور على اللعيبه. اول ما جه اللي هو محمود بركات، وانا طبعا الراجل ده عمل طفره كبيره جدا في هو ده سياده اللواء اللي كان سياده اللواء محمود صورته اللي معايا دي، عمل طفره كبيره جدا في رياضه القوى البدنيه. كويس. جه الميزانيه كانت واقعه جدا، في جه كان الاتحاد تحت، على الاتحاد بطريقه فظيعه جدا، عمل خلانا احنا كلاعيبه دوليين، انا لاعب منتخب اول مش صف تاني، خلانا كلنا بقى عندنا حماس، خلانا كلنا عندنا ان انا هلعب هسافر هجرب هنضم هسافر، خلاك فعلا اللي انت ظهرك قوي، انت لما يبقى عندك رئيس اتحاد قوي بيبقى ظهرك قوي، بتعرف تسافر، بتعرف تاخد حقك، بدلاتك بتاخدها، البوكيت ماني بتاعك بتسافر، الوزارة تمام بقت في ظهرنا. طبعا الدكتور أشرف صبح بدعم قوي لرياضة القوى البدنية خلانا ليفل أول، ما بقيناش احنا تحت خالص مهمشين، بالعكس احنا بس بقينا. ده دعم معنوي انت بتتكلم على أساسه ولا مادي؟ في كله دعم مادي ايضا، المعنوي والمادي. طيب كويس. انت لما تسافر مهمين. امريكا، لما تسافر امريكا، وطبعا سفريه امريكا مكلفه قد ايه، مشاركنا تقريبا بسبع لعيبه وحققنا كلنا ميداليات هناك، وبعدها طبعا سافرنا اللي سافر اوروبا واللي بنسافر انجلترا، بقول لك لسه حضرتك لسه راجع من انجلترا شهر 11، وتستضيف بطولتين لحد دلوقتي كاس عالم على ارضك وبالعدد المهول. طبعا انا عايز اتكلم في جزئيه، لما البلد المستضافه لبطوله كاس العالم لها الاحقيه انها تشارك باكبر عدد من اللعيبه، شاركنا بثلاث منتخبات، منتخب اول اللي هو بيمثل الاتحاد والوزاره ده بيبقى على نفقه الاتحاد، منتخب الثاني والثالث بيبقى على نفقتك الخاصه، بس لازم تبقى عامل توتال تاهيلي ان انت تنضم للمنتخب، يعني بيتيح لك الفرصه ان انت تقدر تشارك في المحفل الرياضي اللي هو على ارضنا ده، مش مختصر على عدد معين، لا بالعكس ده فتحها للجميع. شاركنا وعملنا وتأهلنا الاتحاد دبليو بي سي، يعني عنده مصر قدرت تعمل كل حاجة، رغم لما يديك البطولة للمرة الثالثة على التوالي ده حاجة، لا الثالثة اللي هي جاية 2025 للمرة الثالثة على التوالي، لا هو عنده ازاي انتوا قدرتوا تعملوا كده وبتعملها انت، معلش مش حاجه بسيطه، انت بتستضيفها في شرم الشيخ. عارف طبعا جمله ازاي انتوا قدرتوا تعملوا كده، دايما بنتكلم يعني في مجملها كده انا ونهواند في البرنامج ده، لما بنتكلم على ابطالنا اللي مشرفينا واللي بيحصلوا على مراكز متقدمه على مستوى العالم في رياضات اتحاداتها امكانياتها محدوده، فبنقول دايما ان اللعيبه وبالذات في الرياضات الفرديه يعني رفع اثقال كمال اجسام كذا، اللعيبه في العالم كله كل واحد منهم على حده تلاقي عنده شخص متخصص في التغذيه، حد تاني في الدعم سبونسر بيبقى في دعمه. احنا عندنا في مصر بيبقى عندنا ابطال عالم في بعض الاحيان عندهم مشكله اصلا في بند التغذيه، ومع هذا سبحانك يا رب تلاقي قدره الفول بتاعتنا المصريين طلعت ابطال قبل كده وعبر الزمان، الى اي درجه الكلام ده حقيقي انتوا لامسينه؟ هو طبعا كلام من وحي الواقع يعني، بس انا بشوف ان الشخص او الانسان المصري عموما هو
بيبقى في فطرته عنده تحدي وعزيمه، انا بالنسبه لي بتكون اقوى من اي حد اجنبي انا بشوفه. فهو يعني ممكن الناس تربط نجاحها او ان هي تتقدم على مقاومات معينه. هو احنا كل يعني احنا ما دام انا مثلا عندي عزيمه واراده مهما يكون المقاومات اللي عندي ضعيفه، لا انا هوصل لهدفي. فانا مش بحاول ان انا اعلق نجاحي مثلا على اخصائي تغذيه، انا بحاول على قد ما اقدر اكون يعني السبونسر بتاع نفسي بحته ان انا عندي عزيمه وعندي اراده ان انا عايزه اوصل لحاجه معينه. وبالفعل ده حصل الحمد لله، وكان التارجت معايا ان انا اكسر 500 توتال، لان ما كانش في لحد الان بنت في مصر عملتها او في امراه عربيه عموما، وقدرت ان انا اعمل 508. بالاضافه كمان ان انا المفروض لسه بلعب 508 ده اجمالي وزن ده ايه اللي هو توتال المجموع بتاع السكوات والبنج والديد ليفت. وكمان ان انا كنت يعني لسه المفروض ان انا بلعب تحت 24، ومع ذلك المنتخب عشان اصلا طبعا صف اول فبيشارك اوبن، برضو استطعت ان انا عملت نيو ريكورد في السكوات فئه الاوبن، في سبيل اصلا ان كل ارقامي كانت من اول رفعه هي نيو ريكورد في مرحلتي، فده برضو كان بالنسبه لي تارجت والحمد لله وصلت له. برافو عليكم بجد. انا شايفه ميداليات انتوا جايبين جزء يعني صغير طبعا. الميداليه بقول لحضرتك تقيله جدا، ودي يمكن اخر حاجه كانت 2024. كلمونا بقى عن الميداليات، خلينا نبدا بالميداليه دي. طبعا دي ميداليه بطوله كاس العالم الاخيره في شرم الشيخ. كل الميداليه ديت هي غاليه عندي شويه، ان انا قبل البطوله ديت ب 14 يوم حصل لي دروب كده في عمليه، عملت عمليه وكان طبعا الدكاتره والدكتور الخاص بتاعي قال لي مش هننفع نشارك، ان انت طبعا حمل الوزن مع عمليه فده غلط، ان انت لعبه اوزان مش لعبه مثلا جري ولا الكلام ده. فانا كان هدفي كله ان انا لازم اشارك في البطوله، يعني انا من النوع اللي انا بحب الممارسه جدا، بحب المنافسه، بحب الرياضه جدا، يعني هنا واخدها يا دي حاجة التانية ورا بيتي، يعني الرياضة عندي الحاجة التانية ورا بيتي. بس بتشتغل برضو يعني بما انك انا موظف في جامعة طنطا. بتشتغل يعني. انا موظف في جامعة طنطا في رعاية الشباب بجامعة طنطا، وانا عندي صالة رياضية خاصة. وكابتن جهاد انا شغالة في جيم هيد كوتش الجيم، بالاضافة ان انا لسه كمان طالبة فرقة رابعة كلية التربية الرياضية. حلو يعني ريليتد، يعني مرتبط برضو بالرياضه. حلو. فطبعا انت لما بتنزل حاجه زي دي بتحطها في دماغك، انت اهم حاجه انت عايز ترفع علم بلدك، عايز طبعًا تبقى طبعًا تقول ان تاني. احنا طبعا احنا موجودين، عايز تفرح كل الناس اللي عندهم ثقه في ربنا وفيك، عايز تفرح بيتك، عايز تفرح الناس كلها اللي مامنه باللي انت بتعمله ده. فكان هدفي كله ان انا كنت قافل، ما كانش حد يعرف قوي ان انا كنت في عمليه. الحمد لله عملت العملية وتأهلت. طبعا العملية بتاخد لها علاج بيوقع أي لاعب، يعني أنت بتتكلم في لعبة أرقام، بتاخد مضاد حيوي وحاجات وإن عملية كنت داخلها بنج كل، يعني مش حاجة سهلة. فأنا لا بنسى كل ده، أنا تحت البار ممكن أنسى أي حاجة، تحت الوزن بالذات أنا من النوع اللي أنا حياتي كلها ما أمسك البار والطراز. أيوة يعني أنت عملت عملية ورحت قبل ورحت لعبت. طب مع الفكرة دي فيها مجازفة جدا، بيقول لك جدا. ايوه ما ده حياتك. قال لك بلاقي نفسي تحت البار. بس غلط يعني ما تكررش. ما انا لو همشي ورا الغلط، انا لو همشي ورا الغلط هقعد، ان انا قبل كده عامل شرايح ومسامير والكلام ده. فانا لو همشي مع الغلط فانا هقعد خلاص بقى، انا هفكر في اللي انا في اللي انا فيه، فانا هخاف تحت البار. لا انا بمسك البار، يعني انا بمسك البار في اذا كان في الرجلين ولا البنج ولا في الديد ليفت. انا الناس كلها لما باجي اخش هو باشن، خلي بالك. صح. انا لما باجي قصه حب وغرام. ايوه احنا بنتكلم عن واحده بيحبها. مش بالظبط يعني. انا والله والله العظيم انا لما ببقى اكون سعيد جدا لما الناس كلها بتيجي تكلمني انت هتلعب امتى، طب وتلاقي القاعه مليانه وانت داخل على البار، انت عايز تسعد الناس دي كلها، عايزين يشوفهم، هم متعودين ان حامد خلاف يعني بيعمل اسكورات حلوه في لعبه القوى البدنيه. طبعا انا واخدين اللعبه من مدربين كبار، كابتن محمد سعيد وكابتن خالد كيمو والدكتور عادل عسال، والناس مش عايز برضو كنسى حد، انا بقول لهم انتم سلمتونا واحنا بنكمل وراكم، انتوا تعبتوا واحنا بنكمل المسيره. انت لما بتتعلم من حد كبير فلازم تفضل كبير عشان تحافظ على حاجه زي ديت. لما بتمسك البار في وزن، انا عامل 390 سكوات،
يعني 375 اللي يشوفها ما يقول ما فيهاش كيلو، فلو دخلت ال 390 لا ازاي انا اعمل، وتلاقي القاعه كلها والناس كلها واقفه بتشجعك، فده اصلا ده باور في حد زاده، فانا بكون سعيد في حاجه زي دي. طب كابتن جيهان، يعني فكره ان انت بطله عالم في القوه البدنيه، وانت عارفه برضو ساعات ايه دي حاجه ممكن تبقى تقلق، بس دي اي عريس بيفكر يبقى ازاي، يعني دايما دايما بيبقى في ايه اندهاش شويه، الحكايه دي عامله معاكي ايه؟ فكره ان انت بطله عالم في القوه البدنيه عامله عليا بصراحه، ولا بالعكس ولا ايه؟ قال لك انا خاف ازعلها يا عم. اكيد لا، هو اكيد مش هيختلف معاكي. فكرة ان فعلا يعني الموضوع ده الى حد ما انا يعني مسبب مشكله معايا، بس هي مش قوي المشكله، ان الناس بتاخد عني فكره ان انا مثلا حد بتاع حديد بقى، في حد عنيف، حد ده ممكن لسه يدرب. الثقافه دي احنا بنهزر انا وكريم طبعا، بس لسه لا الثقافه موجودة دي بالفعل. موجوده يعني ممكن اي حد يعني مثلا كلاينت مثلا في الجيم بتتمرن معايا او داخل الجيم عادي، هي اصلا بتكون هي بس مجرد اللي عرفت ان هي في دي واحده بتلعب حديد، اللي هو بقى انا خايفه واصلا ما بتجيش تتكلم، والفكره اللي بتتكون عندها ان دي حد بقى عنيف وممكن يضربني ومش عارفه ايه، في سبيل ان اصلا انا شخص في طبيعتي يعني بعيدا عن الحديد حتى يعني هادي في نفسه ومش عنيف ولا حاجه، فلا انا على فكره ممكن يبقى العكس، يعني اصلا الالعاب اللي فيها قوه وفيها عنف دي بتخلي البني ادم هادي جدا، بتخرج الطاقه. ايوه لان حضرتك بتطلعي كل الطاقه اللي عندك على البار زي ما كابتن حامد قال، مش بره طلعتيها بره البار، يعني في الحياه العاديه بره البار. وعامه حد اي رياضي طموح خد وعكسك من ده لا مره حصلت. عملتي فيه ايه؟ طمنيني عليه. هو كان حد طمنيني عليه فعلا. هو انا كنت ماشي في الشارع، فكل شويه امشي كده يجي كده اجي مش... انا لقيت ايدي بصراحه على وشه قلم بقى، اعمل ايه؟ وكانت كانت اصل بصي الدفاع عن النفس ده امر يعني في العالم كله، فيعني وفي ناس بتبقى طالباه، يعني هو جابه لنفسه في الاول هو ضايقني استحمل بقى. لا طبعا مكتوبه له بس في لا كابتن حامد ما ينفعش يتعصب على حد. ما ينفعش حد يزعله. وما فيهوش جدا واضح ان انت فعلا كمان شخصيه يعني هاديه جدا. هو بص، طول ما انت بتفكر في حاجه فانت استحاله تفكر في حاجه تانية عكسه ليها، ان ايه ان الناس يعني ما تقولش ان الراجل ده بيلعب حاجه عشان يفرض نفسه على الناس او يفرض نفسه على حد والكلام ده. لا انا بحب الهزار جدا، يعني انا من النوع اللي انا بحب الهزار والضحك والكلام ده، وممكن حاجه صغيره تزعلني جدا، فانا ده حياتي، انا حياتي الرياضه كلها، بيتي، شغلي، الكلام ده طبعا انت عايز تسيب حاجه لاولادك بعد كده ولاسرتك يكونوا فخورين بيك، اولادك لما يكبروا يكونوا فخورين بيك، انت برضو الكلمه اللي بقولها، احنا موجودين في الدنيا دي رساله، ممكن كل واحد يأديها حسب ما هو عايز، انا بأديها بطريقتي، ان انا زي ما في ابطال قبلنا طبعا ربنا يرحمهم سابوا ذكرى حلوه لهم، احنا بنقول يا ده عمل وعمل، فاحنا برضك هيجي علينا وقت الناس هتفتكرنا ده عمل وعمل، لازم نكون نسيب ذكرى للاجيال اللي جايه واللعيبه اللي جايه، نقول لهم احنا خلاص سلمنا، انتوا موجودين، افتكرونا بالخير بعد كده ان شاء الله. حلو. فانا دي حتى يعني تفكيري ان انا عايز اسيب تاريخ، ده اللي بيدفعك اسيب تاريخ ان الناس تفتكرنا بيه والناس تاخدنا بصوره حلوه ليها. طب بس مين بقى لو رجعنا للباك جراوند، مين من عائلتكم اصلا رياضي؟ مين الداعم الاول؟ انا والدي على فكره وعمي والدي كانوا ابطال برضه. طبعا الرياضي رفع اثقال قديم، وكابتن علي، وعندنا اخويا حسام وابن اخويا مصطفى، ورياضيين ومحققين ومحققين في كاس العالم، ده ميداليات، بس هو طبعا من حسام منتخب تاني، ومصطفى تحت 15 سنه وعاملين ذهب برضه. وفي عندنا برضه في الغربيه لعيبه كتير، وفي مصر انا بكلمك في انت بتتكلم في 22 دوله كان جم مثلهم شاركوا في بطوله كاس العالم من 700 لاعب، يعني كان صرح عالمي، كان حاجه فوق الخيال. حلو قوي. كابتن جيهان مين عندك عرفينا اكتر عن اسرتك؟ هو للاسف هو انا اسرتي ما كانش فيها حد رياضي، هو بس ابن عمتي اللي كان بيمارس دايما الرياضه. انا برضو يعني انا يعني من الابتدائي وكده كنت بحب اشارك في الهاندبول واي ماتشات كنت بحب ان انا اشارك فيها، فانا اصلا كنت بحب فطرتي الرياضه، خصوصا ان انا يعني يعني بحب الفرق، مش بحب ناس ان انا قاعده وكده، لا انا بحب ان انا حتى كنت من وانا في ابتدائي بحقق ماتشات مع فريق المدرسه بتاعي، فانا دايما كنت بحب الرياضه ومتعلقه بيها.
لكن حلوه واهلك دعموكي يعني بكلمي ان برضو بقيتي بطله، بس قبل كده كانوا في دعم، كانوا مبسوطين بيكي بصراحه ولا كانوا بينتقدوكي؟ لا مش بينتقدوني، هم كانوا بيخافوا عليا يعني. مثلا في بدايه الامر حوار ان انا العب باور ليفتنج ده كان فيه صعوبه جدا جدا مع اهلي، خصوصا ماما يعني، اللي هو لا وانت ازاي، انت هتبقوا شبه الراجل وانت هتتصابي، خصوصا ان انا اتصابت كتير قوي يعني. فماما لا، ماما كانت بتخاف عليا، وكان اي يعني اي دروب بيحصل ماما خلاص بقى كفايه كده مش عارفه ايه. بقى وضعها ايه؟ فخوره طبعا. دلوقتي بقى اما بدات ان انا احقق بطولات بقى وارقام وكده، فهي لا بدات تدعمني وعرفت ان ده طريقي، خصوصا ان انا شخص يعني مثلا ما بيحصل لي اصابه او اقعد عموما من التمرين انا بكتئب، ممكن اخش في مود اكتئاب عادي وما اكلش بقى وكده. فهي اصلا يعني حرفيا هو الشغف اللي جوايا والروح اللي جوايا هي الرياضه اللي بتتحرك. هي اكيد بتتفرج علينا دلوقتي طبعا. تحياتنا ليها اكيد، تحياتنا ليها. طب متطلبات الرياضه دي لو في حد برضو من الناس اللي بيتابعونا عندهم اولادهم الصغيرين يعني وصلوا بقى للمرحله السنيه اللي هيبتدوا يخلوهم يلعبوا فيها رياضه، ايه متطلبات الرياضه دي؟ هي الرياضه سهله جدا ان انت تقدر تمارسها في اي جيم، بس برضك انا لازم اما امارس اصلا مش كمال اجسام ولا رفع اثقال. القوه البدنيه يعتبر من اصعب الالعاب في العالم، لازم عشان امارسها مع مدرب فاهم عشان ما يدخلنيش في اصابات ويدخلني في حاجات طبعا بعيده ان احنا نقولها. فرياضه القوه هي متعه، هي رياضه القوه البدنيه متعه جدا في لعبها، بس لما تعلمها، وعلى فكره ممكن تشارك فيها باي سن، مالهاش سن معين، انت زي رفع الاثقال مثلا ولا حد تشارك تحت 3 لا لا يعني في ماسترز 1 و2 لحد مثلا تحت 40 وتحت 50 لحد 80 ممكن تشارك. يعني ممكن حضرتك كمان تتمرن وتشارك. انا خدت بالي ال 80 شغاله، لا 30 بقى مش لا لا تشارك يعني في اي وقت انت ممكن تشارك وتنزل وتلعب، كل حاجه متاحه، مالهاش سن معين، مش محتكر على حاجه معينه، بالعكس تتمرنها في اي جيم مع بس حته المدرب دي بس هو اللي هيفرق معاك. انت ممكن تتمرنها مع مدرب في بالذات الرياضه دي. ايه بقى المطلوب للرياضه دي؟ احنا الاوبن بقى بناكل اي حاجه بصراحه. الله، اي حاجه؟ ده قبل، ده في العادي بس قبل بطوله او لا؟ لا ما فيش الكلام ده. أوبن انا بلعب في فئه ال 100 كيلو فانا بعاني. ولازم يكون معاكي مختص يعني، بغض النظر طبعا انا سمعت كلام كنت بتكلم اللي هو باقل امكانيات انت السبونسر بتاع نفسك، بس برضو في بيزكس لازم تمشي عليها يعني، اكيد في اخصائي تغذيه. هو انا الى حد ما عشان اصلا هي ماده عندي في الكليه، فانا اللي انا بدرسه بطبقه على نفسي، خصوصا بقى قبل فتره الماتش، فبحتاج ان انا بظبط ميزاني، فببدا ان انا اقلل كارب بس لازم احافظ على نسبه البروتين بتاعتي عشان طبعا المسلز عندي ما تقعش. فانا بحاول على قد ما اقدر، خصوصا انا الحمد لله متفوقه في دراستي، فبحاول يعني اللي انا برضو يعني ادرسه اطبقه عليا، فهو انا الحمد لله بعرف يعني اكفر على نفسي صح. انا عندي سؤال قبل ما نختم شخصي، هستغل وجودكم معلش. هو كنت بتفكري تمارسي؟ لا 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 قابلني كده على فكره. انا تبعت كابتن محمد سعيد انها كانت عايزه تمارس الرياضه دي. انا قلت له فاكر انت من فتره بس. والله نسيت. لا انا فاكره في نادي السيد، في نادي السيد. لو حد، عشان برضو في ناس كتيره ممكن تستفيد بالاجابه دي، لو حد مش عايز يخس هو عاجبه وزنه بس هو عايز يعمل توننج، عايز يشد جسمه، ساعتها بقى ممكن القوة البدنية تبقى واحدة من الرياضات اللي تفيد جدا عشان فيها ويت صح؟ أي حاجة فيها مقاومة بتشد الجسم. ولازم في الحالة دي لازم ينزل جيم، يمارس لازم تمارين حديد بويت عالي. لا مش عالي، هي أصلا ويت بس تدريجي بقى عشان انت لعبة القوة البدنية يعني دي مدخلة معاك البادي بيلدينج والرفع الأثقال. يعني انت بتاخد اللعبتين اتنين مقابل التالتة، فكده كده جسمك هيشد. الرياضة دي تناسبني. ما تفتحوش عليها بقى على الموضوع ده أكتر. بس لازم طبعا التدرب في الحمل واحدة واحدة، خصوصا لو حد لسه مبتدئ، فلازم واحدة واحدة مش أقوم لأن هيحصل ضربات يعني. صح. نورتونا بجد والله، وفخورين بيكوا بجد. ده مش يعني ده مش كلام كده بنجامل بيه، والله فخورين بيكوا جدا، وربنا يوفقكم في اللي جاي فعلا. الله ان شاء الله يبقى لنا لقاء كمان يعني بعد فتره كده ومعاكم مزيد من الميداليات ان شاء الله. شكرا جدا.